خالتي تفضلي. شكرا بنتي. خالي أنا رايحة على الجامعة، وإذا شفت سوارة هنيك أنا رح أتصل فيكي فورا. ماشي؟ رد علي يا ابني، يلا رد، يلا رد وبس خليني اسمع صوتك. بترجاك بس بدي اسمع صوته لابني، بترجاك بس هالمرة. انت بتعرفي انه كلامي بهالبيت قانون وممنوع حدا يرفضه عنا بورنا، ومن اليوم ورايح الولد ما عاد ابنك. ابنك اللي كان اسمه لاكشي هلأ بدك تنسيه. مو معقول هالأسوي اللي بقلبك، بدك يعني اني انسى ابني؟ يعني شو هالطلبات؟ ليش هو ما فكر بهالشي قبل ما يعمل عملته هالبشعة؟ حاج بقى انا بورنا قدرش. اللي بابا، انت حكيت مع المحامي قدرش؟ يعني لا تختبر صبري اكتر من هيك قدرش. يلا اتصل، يلا بسرعة لشوف. بس اخي محامي شو؟ عم تسأل لشو المحامي؟ خد حاكي هلا وقل له جهز لي الوراق، انا لازم اخلص من هالقصة باسرع وقت. نفس الوراق اللي عملها لسانسكار. من اليوم ورايح لاكشي ما عاد ابني ومحروم من الورثة كمان كلها. وكمان هلا ما إله حقوق. خليه يعرف شو يعني يكسر كلمتي. فهمت شو حكيت منيح يا ابني؟ قدرش في داعي عيد؟ ولا خلص انت بتفهم من اول مرة؟ امرك بابا، فهمت. وقبل ما تحكي مع المحامي حكي لي كل شركائنا، انا بدي اشوفهم ضروري. يلا لا تطول. بترجاك حرام اللي عم يصير، أمه صعب علي كتير اتحمل اللي عم بيصير مع ابني. سامحيني يا سلفتي، لما صار هيك بسنسكار ما فتحتي تمك ولا فكرتي تعملي أي شيء. طيب شو صار هلأ؟ شو الحكي؟ ليش عصبت؟ أنا ما غلطت، أنا بس عم بحكي عن الصدق. نحن بوقتها ما قدرنا نفتح تمنا، واليوم كمان نفس الشيء. قدير دخيلك، أنا ما عم بعرف شو اللي عم بيصير بعائلتي. ابني ضايع وما بعرف وين أراضيه. يا ترى وينك يا ابني؟ لك شبك، شو أنت جنيت؟ كيف عم تربطها هيك؟ بركي صار شيء. لك حرام عليكم، لازم نساعدها، بلكي صار شيء. لك تطلع وشها شو عرقانه. لا حرام. لك بس يا مجنون، شو هاد؟
اسمعي أنو، غمضي العيون منيح يعني مشان بس تفيق، ما تعرف نحن مين منكون. يلا أسرعي اربطي منيح. شو لكي؟ كأنك مكتر منوم شي؟ لك ما عم تصحى أبداً. لك ولا غبي، كيف عم تقول اسمي؟ شو بدك تروحنا كأنه؟ هي أول مرة بخطف، ما بعرف إذا كترت. إذا ما بتعرف لكن كيف خطفت لهالبنت بركي راحت فيي، عن جد مو معقول. تماماً عن جد لك شي. شو هاد؟ بعد لك مين انتو؟ شو بدكن مني يا كلاب يا وسخين؟ لك يلا تعو فكوني لشوف، يلا تعو فكوني فكوني. إذا شافتني رح أوقع بمصيبة، وأكيد إذا أبي بيعرف رح يجيب آخرتي. شو؟ لا تطلعوا، أنا أبداً ما خطفت لهالبنت لأطلب فيها فدية، أنا بس جبت لهون لعلمها درس. ما بدك مصاري وبدك تعلمها درس؟ ماني عم بفهم لك، لتكون جايبها للبنت لهون لتغتصبها؟ فيكي تخرسي؟ ما جبتها مشان هيك لهون، أنا بس بدي انتقم منها، كل اللي صار فيي بسببها، صرت بلا عيلة وبلا بيت. طيب قلي إذا صار لها شي شو؟ شو منعمل؟ ما رح نعمل شي، ورح ضل جنبها كل الوقت، وانتبه عليها. شو قصة أدارش اليوم؟ من الصبح وهو عم يحاول يتصل فيني. ايه أخي شوفي. شكرا لأنك رديت. فضلت على رأسي. لك انت شو عملت؟ شو عملت؟ عن جد؟ لا تعمل حالك بريء قدامي، روح مثل على أبوك بس مو علي أنا. هاي البنت طلعت ذكية، شو أعمل؟ هي عرفت كيف تخلي أهلي يقلعوني. انت شو متوقع مني اعمل؟ البنت؟ اي بنت؟ شو هالحكي هاد؟ اخي خلص انسى، تعا خبرني، انت شو كنت عم تقول؟ كنت بدي اقول لك انه ابوك حكى المحامي. محامي؟ لشو؟ اخي يلا جاوبني، ليش المحامي؟ لانه ابوك تبرى منك. شو؟ طيب انتو ليش ما منعتوه؟ انت وامي يعني ما كان فيكم تعملوا شيء؟ تتذكر وقت سانسكار ما قدرنا نفتح تمنا بحرف، بقى هلا كيف؟ قلتك إذا سانسكار قدر ينفض من أبوك معناتها أنا كمان بقدر انفض. لك شي اسمعني شوي. ما بدي اسمع شي وما بدي أحكي بالموضوع. لك شي كلي هاد. معقول تمها وإيديها مربوطين؟ كيف رح تاكل؟ ليكي لا تعملي أي حركة مانك قد مفهوم؟ أنا هلأ رح فكك ورح خليكي تاكلي لقمة، بس ديري بالك منيح. مين أنت؟ وشو بدك مني؟ ما بدي أسمع صوتك، كلي بلا صوت. شربني مي. كأني هلأ صرت خادم عندك كمان، يعني هذا اللي كان ناقصني أنا. ما بدي ولا حركة، فهمتي شو عم أقول؟
عليك مين ما كنت. لا تخاف ما رح أهرب، بس فك لي إيد واحدة من إيدي وقتها أنا رح ورجيك قيمتك على المظبوط. شي غير سوارة، ما بعرف لوين راحت سوارة وتركت لي رسالة. أنا لازم ساعد شرميزة لحتى نلاقي سوارة. بابا؟ بنتي؟ رجعتي من هلأ؟ بابا، ليش ما بتساعدون ليلاقوها؟ مين هي؟ يا بابا، سوارة مو ملاقينا والكل عم يدور عليها. شفت خالتي شرميزة وكانت خايفة كتير. ايه بس أنا شو طالع بإيدي؟ بابا، فينا نعمل شغلة وحدة. صدقني لو أنا كنت اللي ضايعة كنت أنت وجدي رح تقلبوا الدنيا بس لحتى أنتوا تلاقوني. هن الاثنين هاتوا نسوان وما بيطلع بإيدهم شي. يا بابا شو فيهم يعملوا يعني؟ فرحتي لي قلبي يا بنتي. منيح إنه طلع في حدا بيخاف عليهم. يعني أنت موافق لحتى تساعدون؟ قليلي مين بده يساعد مين راجيني؟ هو بقصد انه بابا هو بابا لازم يوقع لي شوية اوراق الجامعة. هي الجامعة طلبت توقيع الأب على القبول لو سمحت بابا. هون بس هيك؟ ايه شكراً لك بابا. أهلين بنتي. شلتو؟ بأمرك أنا. ليك ابني هون عرف في وراء وفواتير، أعطيني إياهن. أنا رح أعطيك إياها بابا. أنت ارتاح. تفضل معلم. دورجا براسات جاي لعنا اليوم المساء على الساعة 6، كون بالبيت. ليك تشوتو، خلص شغلك هون بسرعة مشان نروح على البيت. يلا أنت خود هدول وقعهم وجيبهم على البيت. وينك يا بنتي؟ ردي على التليفون تبعك بقى يا قدير. هاي انتي شو خبريني هلا؟ عرفتي شي عن بنتك المحترمة؟ ايه؟ انت بتتذكري لما حليتي الحارة لما صار عندي مصيبة؟ شوفي انا ضل عندي شوية حلو وهلا اجا دوري لحتى ضيف اهل الحارة وحليون، وانت كمان تحلي يلا كلي. يا بنت البنغالي اللي بتساويه انك بترشي ملح على الجرح، بس انا احسن بطعمك يا حلو يلا تحلي. العمى شو قليل الذوق، خرسي بقى وانتبهي على طريقة كلامك معي، مفهوم؟ ليكي بتعرفي كيف الدجاجة بتتحمر على النار؟ طلعي على المراية وشوفي وشك كيف بيشبه الدجاجة المحمرة. لا تزعلي لأنه خدودك طالعين كتير حلوين على اللون الأحمر. صدقيني لك خرسي بقى، انت مستحيل بنوب تتغيري. عن جد؟ كأنك انت صايرة بتتفلسفي زيادة، وبعد كل هالفضايح لاحقتك إلك عين تحكي كمان؟ تليفونك عميرين يلا ردي. شو بنتي؟ شو؟ في أي شي جديد طمنيني؟ لا ماما، ما عرفت شي أبداً. عم اتصل فيكي لحتى أسألك إذا رجعت سوارة على البيت. وينك يا بنتي وينك؟ شو بدنا نعمل هلأ قليلي؟
خلاص انسوا الموضوع بقى، ما راح تلاقوها. بعدين ليش مستغربة كتير من اللي صار؟ هاد شي طبيعي. انتوا السبب لأنه ما عرفتوا تربوها للبنت، صح؟ لهيك هي بنتك. انتي من يوم يومك وحدة أنانية. خرسي ولا بعد سمعيني صوتك. خرسي وخليكي بعيدي عني وعن أولادي، مفهوم؟ أمي أنا مضيعة بنتي وخايفة عليها، وأنتي عم بتخانقي مع يلي اسمها برفاتي. الحق علي أنا اللي اتصلت فيكي. بنتي شرميزة، شو مالك عم بتشوفي؟ أنا لا. انت عرفتي وين سوارة؟ شرميزة تعالي نروح سوا ندور عليها. شكرا ما بدي مساعدتك. بطلي عنادك هاد وامشي معي بقى. موبايلي أكيد نسيته بالمحل. شرميزة لو سمحتي احكي لي كل شي صار. معقولة هي سألتك شي سؤال ما قدرتي تردي عليها لهيك زعلت وتركت البيت يعني؟ ليك لا تتجاوز حدودك معي، وهي مشكلتي لحالي. يلا أنا لازم روح. سوارة هي بنتي مثل ما لبنتك، عم تفهمي؟ ليش انت وين كنت قبل 20 سنة لما كل العالم كانت عم تحكي علي وعلى بنتي؟ خلصنا بقى. هلا انت مصرة كل مرة تذكريني بالماضي اللي انا بدي انساه؟ هلا مو هي مشكلتنا الاساسية يا شرميزة. انا هلا كل همي لاقي سوارة واطمن انه هي منيحة. لهيك انت احكي لي شو اللي صار. هي سألتني عن علاقتي فيك، وكانت بدها تعرف إذا أنا إذا كنت لساتني بحبك لهالين. وأكيد أنت ما جاوبتيها. لا ما جاوبتها، بس أنا بوعدك إني جاوبها على كل أسئلتها. بس هي ترجع وأنا رح أقول لها إنه لساتني بحبك. مع إنك جرحت قلبي وعذبتني كمان، بس ما بعرف ليش ما قدرت إني أنساك، وكنت أسأل حالي دائما إنه هذا الحب إمتى هالحب بده يطلع من قلبي. بس بنفس الوقت أنا بكرهك كتير صدقني، بس مشاعر الحب كانت أقوى من الكره. يمكن مزبوط أنا بحبك لهلأ، بس أنا ما عاد بدي أي شي من هاي الدنيا غير إنه بنتي ترجع. بحكي لك يا شي، هالحكي مانو صحيح، وأنت لسه لهلأ بتحبها لأمي.
وين؟ يا بنت البنغالي لوين رايحة؟ لك روحي هلا اتصلي بالشرطة. شو انت كأنك مانك خايفة على حفيدتك يعني؟ ولا صحيحي بنت بلا أب أصلاً وربيانة بهيك عيلة نورية مثل عيلتكم، يعني انتو أكيد متعودين على هيك تصرف منا. لك خلاص اخرسي اخرسي واتركيني بحالي. هلا مو المهم انك تخرسيني، المهم هلا انك تلاقيها لحفيدتك الضايعة، فهمتي؟ مو معقول تضلها ضايعة كل عمرها، أكيد رح تلتقى، ولبين ما تلتقى رح آكل أنا الحلو. تعالي كلي خدي. استني علي بس لحتى لاقي حفيدتي وبفضالك، رح خليك تندمي على اللي عم تسوي معي. شو هاد يا شباب؟ مين يلي ترك لنا هالبنت الحلوة هون؟ أكيد حدا بيحبنا كتير وترك لنا هاي المفاجأة لنتسلى شوي. هاي هي هي فكة. أنا كل اللي عم فكر فيه هلأ هو خوفي على بنتي. يمكن لسه في فعلاً مشاعر إلك بقلبي، بس هذا الشيء ما أنه مهم، لأنه أنت عذبتني كتير. أنت ولا مرة حسستني أنك واقف معي وعم تضحي كرمالي أبداً. لهيك مشاعر الكره يلي بقلبي أقوى من الحب. بس لحتى تساويها طولي بالك شوي. يلا لحظة شوي يلا. خليني أنا بالأول جربها يا بنتي. عطيني. شوفي شوفي محلاها. يلا يلا بابا بدي أنا طلعي جرب. طلعي يلا بابا. شفتي شو حلوة؟ بدي جرب. ما بصير تعاديني بهالطريقة هاي، لأنه أنا مو بس رفيقتك، أنا أختك وشيخار وأبي. بنتي البنغالي هي السبب بموت أمك، هي اللي أكلتها لأكلتها لأمك. بابا قلي لساتك بتحبها لأمي صح؟ سوارة بنتي مثل ما هي بنتك شرميزة. هي سألتني عن علاقتي فيك وبدها تعرف إذا لساتني بحبك. صح أنا لساتني بحبك، بس هذا الشيء مو مهم أبداً، لأنه أنت عذبتني ولا مرة حسستني أنك واقف معي وعم تضحي كرمالي أبداً. أنا هلأ ما بدي منك أي شيء، بس بدي بنتي تكون بخير. أنا سوارة كمان أنا لساتني بحبك بس أنت ظلمتني وكمان بدي مصلحتها وخايف عليها خايف عليها. خلينا ننسى الماضي يا شرميزة يا شرميزة، خلينا ننسى الماضي ننسى الماضي. بكفي سوارة من لحمي ودمي، أنا أبوها وخايف عليها كمان، ومع هيك ما بدك ساعدك لنلاقيها، بس أنا رح أعمل واجبي ودور عليها، فهمتي؟ ولازم تعرفي إنه راجيني بنتي وسوارة كمان، وأنا رح ضل أحميهم طول عمري، وبظن أنت ما فيكي تمنعيني.
سوارة بعتت رسالة. بورانا، كندهار، ليلوا. يلا خلينا نروح. لا أنا رح روح لحالي. لك حاجتك عناد وامشي بقى. تعالي شرميزة، يلا طلعي. ايه بعثت رسالة لأما من موبايلها، بتمنى انه تجي بسرعة منشان تاخذ بنتها من هون. يعني انا بس حبيت اني ربيها، بدي اخلص من هالقصة. لا لا ما بدي ساوي لشي، يعني مو واضح اني انا اول مرة بخطف حدا. ايه معك حق، مو هادي اللي توقعته. لك انا لازم طعمية وشربها وفوتها على الحمام مثل كأنه ولد صغير. بكفي تعبت، لهيك أنا خلص اليوم بدي إنهي الموضوع. إيه بلا خلص، عم قلك ما عاد بدي. شو ما عم تفهم يعني؟ بتمنى تجي إما بسرعة، بدي أخلص من هالقصة بقى. لك أنتو من وين جبتوها لهالبنت؟ احكوا يلا احكي. لك مو نحن اللي جبناها. أه؟ تعال نفوتها لجوا. لك يلا بقى تعالوا خلصوني. شرطة، أخيرا هلأ بلش شغلي أنا. سوارة، سوارة، هذا هو العنوان الصح، تعالي ندور جوا. سوارة، عمي شيخار كمان ليش اجى معي يا ترى؟ سوارة، سوارة. لك هي مو الشرطة يا غبي، هدول اهلا اجوا مشان ياخدوها. لك يا بنت شو الحركة؟ مو الحركة شي. سوارة، سوارة، يلا بسرعة. لا تطلعي صوت وإلا بموتك، مفهوم؟ رح دق لها تليفون. الرقم المطلوب مشغول. كأنها عم تفصلني. معقول عم تدقي لها؟ لك روحي دوري عليها بدل ما تدقي لها. شو هالأم الغبية هي؟ رح روح أتصرف. هلأ عمي شيخار رح يشوفني، شو بدي أعمل؟ لك شو جابه؟ سوارة، سوارة، سوارة بنتي وينك انتي؟ سوارة بنتي بترجاكي ردي علي. هل بترجاكي قولي وينك؟ حاجة تعزميني يا بنتي. ليكي ولي، أنا منتبه عليك منيح، لا تتصرفي تصرف غبي ولا رح أقتل أهلك كمان، فهمتي؟ يلا. ألو؟ لا ماما، سوارة ما أنا معي هلأ.
لا تخافي شرميزة، رح نلاقيها أكيد. اختفيت. حاسس انه في شيء غريب عم يصير، لازم نتصل بالشرطة، خايف انه يصير شيء سيء معنا هلأ. امشي. لا، كل شيء عم يصير هلأ بسببك. انت من وقت ما رجعت على حياتي وما في شيء عم يزبط، وهلأ بسبب المشكلة اللي صارت معك وبسبب ماضينا اتخنقت مع بنتي. ما حدا خرب لي حياتي غيرك انت. بترجاك بقى اروح. طيب خلاص مثل ما بدك، بس بالاول خلينا نلاقي سوارة، وبعدين انا رح ساوي مثل ما بدك انت. بس هلا خلينا نروح سوا انا وانت على الشرطة لحتى نخبرهم. ما في داعي، خلصنا بقى. على الاقل خليني طالعك من هون هلا. أم لسوارة؟ بس يا ترى عمي شيخار ليش إجا؟ لك صحي، وين سوارة؟ وليه؟ غريب، ليش هاي البنت ما عم تصحى؟ معقول ماتت؟ عم بقلك خلينا نروح ونترك هالمصيبة أحسن ما تجي الشرطة وتاخدنا. يلا امشوا بسرعة. يلا يلا امشوا بسرعة. وين سوارة؟ نفدت. بس أمي كانت هون، بتمنى إنه ما يشوفوها، لازم أوصلها. الظاهر ما فيها شيء، عم تطالع صوت. شش، يلا خلينا نرجع لعندها. ايه شو؟ يلا يلا. شو عم تعملي هون؟ منيحة؟ عم تتنفسي هلا؟ لك شي، شو جابك لهون؟ انت شو عم تعمل هون؟ ليش انتو مين؟ لك شي، هدول هن اللي خطفوني، هدول الثلاثة جابوني لهون، هدول المجرمين كمان كان بدهم يقتلوني. لك شي رجال، لا تخليوني يقتلوني. بس ما قلت لي ليش اجيت لهون؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.